في غفلة سجاني، أقطع من جلدي قرطاساً، أدفن رأسي في أحزاني. أفلسطين تضيع هباءً، ما ينقذها من إنساني؟ دك البيت على أطفالي ماتوا تحت لظى النيران. أم ثكلى تبكي هلعاً، مات صغاري في أحضاني. شيخ هرم يمشي زحفاً، لا يسعفه الجسد الواني. تنظر طفلتنا بذهول، تصرخ من بين الدخان، مات أبي، قد ماتت أمي، ضاع أخي تحت الكثبان. اسمي أمينة رامل عشي، في مدرسة رملة الأساسية للبنات، عمري 10 سنوات، موهبتي إلقاء الشعر. أمينة بنتي طفلة موهوبة منذ صغرها، إحنا اكتشفنا عندها حب الإلقاء منذ نعومة أظافرها. كانت أمينة بتحب تردد أي شغلة بتسمعها من التلفزيون، بتسمعها من إخوتها. بدايتي لما كان عمري 3 سنين، لما أخويا كان يلقي أشعار كنت أحفظ منه وأحكي، ولما ماما صورتني فيديو انتشر على الفيس كتير، لقيت إنه هو بيردد كتير، هي حفظت القصيدة بطريقتها اللطيفة الصغيرة يعني، فلبستها توب وصورتها على الجوال وهي بتحكي القصيدة، كانت عن غزة. فذاك الوقت كانت حرب 2014، نزلت القصيدة عبر الفيسبوك، منصة الفيسبوك على السوشيال ميديا، لقيت الناس تفاعلت معها بشكل كبير لأنه الناس كانت العاطفة عندها أكثر بسبب الحرب وظروف الحرب. أنا بالابتدائية بالصف الأول كانت مدرستي هاشم بن عبد المناف، كانت مديرتي أنيسة أبو أحمد تشجعني كتير وتكرمني قدام الطابور والمدرسة، وطبعاً بالإذاعة المدرسية كنت أحكي وألقي، وطبعاً مش هنسى معلماتي الأستاذة حنان مقاط والأستاذة فاطمة أبو الكاس اللي كانوا لهم دور كبير بالأنشطة. وأنا حالياً بالصف الخامس في مدرسة الرملة، وبشكر الأستاذة غادة أبو لبن مديرة المدرسة اللي استقبلتني استقبال حار ووعدتني إنها تكمل معايا مسيرتي. استقبلنا الطالبة أمينة رامي العشي في بداية هذا العام الدراسي 2021-2022. طبعاً الطالبة هي إحدى المواهب الطلابية المميزة، وفدت إلينا من مدرسة الهاشمية باء، تعتبر إضافة نوعية لمدرسة الرملة الأساسية، تضاف إلى فريق الطالبات الموهوبات لدينا، وهي أيضاً يعني أضافت إلينا طبعاً بوجودها، وهذا الشيء مرحب به، أضافت إلينا مسؤولية جديدة في التعامل وآلية التعامل مع الطالبات الموهوبات، والتي تحتاج إلى معاملة خاصة جداً. يا أمنا الأرض وأبشري واستبشري، ما زال يحرص عرضك الأبناء، لك إن عطشت من الدماء موارد، من الجسوم إذا عريت كساء، فانظر ألست ترى جبيني بيدران، وانظر أنا زيتونة خضراء، وطن أنا مرجو ابن عامر قامتي، والنقب والأغوار والأرجاء، وأنا حنين اللاجئين وثورة، ملء الوجود وراية حمراء، فلتقتحم دبابة ولترتطم طيارة ولتلسع الرقطاء، صد الصدور على العهود وحسبه يوم الكفاء سواعد عزلاء، أقوى من الجيش القوي إرادة نهضت وهذه الجبهة السمراء، ومن الجليل إلى المثلث صرخة، ومن المحيط إلى الخليل نداء، أقوى من الجيش القوي إرادة نهضت وهذه الجبهة السمراء، عربية وليصحب الأعداء. ومن أكثر الداعمين ماما طبعاً اللي كانت تدربني، بس أنا ما كنتش أحفظ من أول مرة، أعيد مرة مرتين ثلاثة بعدين أحفظ وألقي. طبعاً أكيد بابا كان يشجعني ويجيب لي هدايا، وأفاجئه بعد بيجي من الشغل أحكي له قصيدة، وتيتا وسيدو كان أستاذ ويصلح لي الأغلاط اللغوية،
أخواتي كلهم. كانت أختي طبعاً المونتاج والتصوير وراء الكاميرا، تساعدني كثير. أنا بصفتي مدربة في مهارات الإلقاء كمان هذا الإشي ساعدني إني أنا أحتضن بنتي أكثر وأطورها. أبوها كتير دعمها ولقى إنها هي مميزة فكان دايماً يشجعها. الجد والجدة كمان محتضنين الموهبة، بيحبوا كتير يسمعوها، حابين فكرة إنها تكون شاعرة. نستثمر هذه الموهبة لديها في المشاركة في مسابقات وأنشطة قد تكون محلية على مستوى المديرية وعلى مستوى الوزارة. يقع على عاتقنا تنمية وتطوير هذه الموهبة من خلال تدريبها على الكتابة الشعرية، حتى يعني أن الطالبة تطمح لأن تكون شاعرة بإذن الله تعالى، وهذا أمر هام جدا خصوصا في خصوصية الوطن الذي نعيش فيه، حتى تكون قادرة على تمثيل دولتها فلسطين في المحافل الدولية والعالمية. طبعاً شاركت في مسابقات عديدة، في مسابقة شاركتها اللي هي أفضل فيديو في فترة كورونا، وطبعاً الحمد لله أخذتها الأولى. وكمان على مستوى مديرية شرق غزة شاركت في مسابقة الموهوبين من فئة الشعر والإلقاء وفزت المركز الثالث. وعلى المستوى الخارجي شاركت في مسابقة الشعر الصغير وكان مشارك فيها أكثر من 200 شخص وتأهلت من الخمسة الأوائل الحمد لله. وكمان شاركت في مسابقات تانية في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام. طبعا يمكن أكثر إشي ساعدني القرآن، لأنه أنا من صغري كنت أحفظ قرآن، والقرآن أثر علي بشكل إيجابي في مخارج الحروف وساعدني ووسع ذاكرتي. والحمد لله هلأ أنا وزع وقتي بين الشعر وبين القرآن وبين الدراسة. حلمي إني أتم حفظ القرآن كاملا، وهذا أهم حلم عندي. وكمان أنا نفسي أكون شاعرة مش بس ملقية، أكتب وأنظم الشعر لأحمل في قلمي هموم وآهات شعبي وأكون رمز لقضيتنا. وأثرت علي الموهبة إنه صرت محبوبة بمعلماتي أكثر، صرت لما أمشي بالشارع البنات يحكوا هاي أمينة اللي كانت من مدرسة هاشم، هاي أمينة الشاعرة. صار علي مسؤولية كبيرة أشارك بمسابقات تانية، في مسابقات وطنية ودينية. صار عندي جرأة أكثر وصار عندي ثقة أكثر، والحمد لله، وإن شاء الله بصير شاعرة كبيرة وبمثل فلسطين. حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذا، يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعنى، فلا أنت عطاء من ربي، فبماذا أحيا لولا؟ ماذا أهديك من الدنيا؟ قلبي أم عيني أما، روحي أنفاسي أم عمري، والكل قليل أوى. ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه، ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعاه. كم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنيا، الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هنا، الأم بحار من خير والبحر تدوم عطايا. أماه أحبك يا عمري، يا بهجة قلبي ومنى، ضميني واسقيني حباً
ودعيني أحلم أمه، ودعيني أحلم أمه. Thank you.